السلام عليكم، انا تقع النهارده قررت العب لعبه زي ما انتم شايفين هروكس. اللعبه دي حلوه جدا مرعبه وفي نفس الوقت مضحكه، وقررت العبها مع رؤى عشان تعمل الرياكشن ونشوف الرياكت او الرياكشن بتاعها على اللعبه. انا خايفه قوي. طبعا نعملها ايزي. يلا نيكس، قرينا الحاجات دي كلها. ماشي نجرب، وانا المره الجايه نبقى نجرب 2 او 3 ان شاء الله يعني. اوكي دي 1 دي. طبعا ده التحكم دي جراني. بسم الله. ايه ده؟ ثانيه واحده بس. ايه ده؟ في حاجه، في علامه بتظهر في الجنب. انا عايزه اغير الاوبشن بتاع الاوبشن كده. ايوه لايت، نعلي اللايت. هو ده بتاعك، قللي. لا كده زودنا. انا كده مش عارف. يلا شوفي كده. اوكي باك. يا لهوي كده زودنا. طيب نشوف الاوبشن. قللي اعمل كده. اصبري كده مش قوي. ايوه ستر. ما هو ده كده، انت كنت نازله كده. ايوه كده حلو. يا ماما انا حاسه جاي. بص هو فهمنا في اللعبه دي، هو ما بيظهرلكيش هي جايه ازاي. ما بيظهرلكيش هي جايه ولا لا. لا بتيجي مع اي وقت. هو قال لي ان هي بتيجي بالصوت وممكن تمشي لوحدها كانها بتدور زي جريني بالظبط يعني، تقريبا نفس حكايه جريني. انا ما عملت صوت فطبيعي هي مش هتيجي، فممكن نعمل صوت عشان نشوفها هي رايحه فين. ناخد الكتاب. يا لهوي انت صدقتي السرير؟ نزلت تحت السرير. يبتي مصدقتي دي جت في ثانية. تقريبا هي بتقعد قدام الباب مش عارف. اطلعي عشان هي بتقفله. ما الباب مقفول. هي اللي بتقفله بيعمل صوت. يبقى ايه تاني؟ ما فيش صوت. مفتاح. ده مفتاح. كده ما عملت الصوت لاني حطيته بطريقة عادية. بسم الله. خبي بارت وانا خايفة. الحمد لله. نطلع بسرعة. لا احدفي قدام السرير. احدفي وتسخن. بصوا هي هتجيلنا على طول، فاحنا هنعمل ايه؟ نفتح الباب ونستناها هنا. تعالي. مجتش ليه؟ هتيجي الوقت. مجتش ليه؟ بسم الله. مش عارفه ليه متوتره شويه. او ماي جاد اهرب. في صوت رجلين. فين الكلاب بتوعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صوت راح. يبقى هي دخلت الأوضة. طب انتي رايحة الأوضة؟ مشكلة الكلب هناك ومفيش ادوات هنا. طب ما تمشي. عايز المفتاح الجري. او ماي جاد عمل صوت. لا هي بتسمعش صوت الباب. يا رب. انا خايف. وفي ورا الترابيزة. عايز اشوف هي طالعة. هي طالعة صح؟ اه. لا. دي 5 كده من اولها. يا رب بص انا هطلع على طول.
لو نفتح الباب على طول اطلعي. يا لهوي يا لهوي، عملت صوت، عملت صوت. جت جت فين؟ هو الباب اتفتح. يخرب بيتك، مشكله سريعه. ايه ده، انت متخلفه يا بنتي؟ لا اوعى تكون سمعتني. سمعتني هي؟ سمعتني. انا ما عملتش حاجه. يا ماما جايه يا توها. سريعه، هي بتعمل ايه؟ هي ما جاتش. دخلت بتعمل ايه يا متخلفه انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في عفريت ظهر واختفى. لا ما تنزليش. شافتني شافتني. يا نهار ابيض، يلا نروح طبعا. ايه ده، مش انت 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 ايه يا بنتي؟ عمية راحت فين دي؟ حاسبيها تنطل. يخرب بيتك، واقفه فين هنا؟ يخرب بيتك. يلا يا بنتي امشي كده على الارض. ايش في؟ ارجعي كده، امشي. مفيش مفاتيح على الارض. ايش في هنا؟ مفيش حاجه. لا فوق فوق، هو بينور المفتاح. لا ايه ده، ايد ظهرت جايه جايه على الارض. في حاجه صفرة. لا لا، ايد هنا، مش عارفه ايه الايد دي، بضغط عليها ما بتعملش حاجه. الارض لا ما فيش حاجه. هي راحت جايه. اجري 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 اجري، ما تدخليش الاوضه. لا يا نهار ابيض، الكلب هنا، لازم نمشي بالراحه. بسم الله بسم الله، ما تصحاش في النبي. قوم الحمد لله انا استخبيت. يا زي ما مشيتش وراك، مش عارف تقريبا انتهت او جاي، مش عارف. الكلب عمل صوت، الكلب اصلا بيقومش. نطلع، عمل صوت تاني. هي يا صوت الكلب، في صوت. نمشي نمشي نمشي. ولو دس فوق هيصحى. ممكن مفتاح بس. لا ممكن يكون الكلب هنا. لا ممكن. او ماي جاد، وقفه هنا. يا لهوي، لو جيت هنا هنتحشى. يا لهوي، بسرعة 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 بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. رعب. عايز الأورنج. عملنا صوت مفتاح أهو، أخضر. في مفتاح تاني في تحت، في تحت بينور. اصبري. لأ مفيش، ما هو اللي كان بينور. وبس، هي راحت فين؟ في صوت رجلين. افتحي دي وادخلي. طب أنا عايزة أطلع. أطلع ازاي أنا؟ في مكانين. انا اخيف اكثر منك. الصوت ده، يا لهوي اجري. انا اسكت اسكت، اقعدي. يا انا يخرب بيتك، اسكت، فضحتني. يا رب ما تيجي. هي لازم تشوفك انت نازله. حرام عليك يا شيخ، لازم تشوفك انت نازله. لا ماما اهي جت. شفت رجلها؟ يا غبيه يا غبيه. اسمعي وانزلي. قومي قومي وانزلي. اصبري اصبري، هي بطيئه بس الاول ما بتشوفني بتجري. يا حرام عليكي حرام عليكي. دي 6 تقريبا، ده اخر يوم. حرام حرام عليكي يا شيخ، انا عايز مفتاح. ايه ده الاخضر؟ اوكي نقفل الباب. لا الاخضر ما استعملتيهوش، ما هو لسه باينه. استعملته وانا فتحت الباب، هو بيقول لي يوز ذا كي. عادي ما بيروحش لان في كذا بوابه بالاخضر. اورنج ده ولا بيج دي كي؟ قوم وقفي. تعالي ليه؟ مش استخبى هنا الحاجات اللي بتحمل صوت دي.
عارفه ايه هي؟ مش عارفه والله. انا بفتح اي حاجه وخلاص. ايه ده؟ ايه اللي على الاحمر اللي انا جالي مش يا لهوي بس روح خافت روح خافت مش عارفه مين اللي في الصوره ده. يا نهار ابيض ومين فضحتينا ليه يا حرام عليك؟ اتبعي انك اقفل الباب. والباب اتنطر ولا هي حدفت ولا في اصوات عجيبه يا انت بتديني من وشي ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ انا ما عملتش حاجه. دايما بتظهر في وشي. انا حاسه انها بلف حوالين نفسي. انا بلف حوالين نفسي صح؟ يا وراكي مش عارف. يا لهوي انت جيتي لي منين؟ جيب اوفر قلبي كده. بيكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.